المرأة لازم تخلص دراستها، لازم رأسا تلقى رجال، لازم تتزوج، لازم تجيب أطفال، يعني كأنه مثل المسار مرسوم صح، بحيث متوقع من عندنا إحنا إنه نصير كنا نسخ على هاي الخطة أو نسخ عن بعض بدون أي اختلاف. صح والله. بس شوية قعدنا نسولف ونحكي وكذا، شفت إنه هي شقد ما شاء الله عليها، يعني مصممة، شلون طموحها عالي. القصة اللي حكيتيها أكثر أني يعني شلون أقول لك، عندي قصة شبه. قالت لي إنه هي أوريدي كمان واجهت نفس هاي المشاكل بمشوارها وأشياء قريبة من اللي أنا عم بواجهه هلا. موضوع الأطفال، إنه من تزوجت لحد الآن نورس ليش ما عندك أطفال؟ نورس إيش وقت تسوين أطفال؟ نورس أطفال أطفال، حتى سموا أطفالي يعني عندهم هسه أسماء وكاملين. كم ولد حتجيبي؟ كم؟ كلها كلها مقرر. متى؟ أي سنة؟ بالضبط. وهي ما شاء الله يعني مؤثرة إيجابية، فأعطتني شوية طاقة إيجابية. فإحنا شو ممكن نغير المسار؟ إنه ناخذ هذا الفضول الموجود ونستخدمه أو نوظفه بطريقة بحيث نوصل رسالة معينة. وبالنهاية أقول ممكن سؤال بسيط هو يجوز يسبب من كثر تكراره يشكك الشخص بنفسه. فعلاً أكو ناس ما تعرف حدودها شنو، أو ما تعرف شو وقت تبطل تسأل أو شو وقت تبطل تحكي.